صنع في هذا المكان غد شعب ورسم فجر الحرية والعدالة وحقوق الإنسان. نعود إلى هذا البنيان الشامخ ليستوقفنا بين ثنايا زخارف الزمن قهر أسس لحلم كبير، حلم بمغرب يؤمن بالعدالة كركيزة أساسية لتحقيق المساواة والإنصاف. فإذا كان العدل يعني تمكين صاحب الحق من الوصول إلى حقه، فقد كان المجتمع المغربي على مر الحقب والسنين يستند في تحقيق ذلك على مبدأ العدل الذي به يؤخذ للضعيف حقه وينصف المظلوم ممن ظلمه. لذلك فقد كانت عدالة الإسلام المبنية على الحكم بما أنزل الله تتناول جميع مظاهر الحياة في المجتمع المغربي، ولم يكن الأمر مخالفا لذلك إلا على من صعب عليه اقتفاء الأثر. مفهوم العدالة ومضامينه وانعكاساته، هنا لابد من القول البديهي بأن الأمر يتجدر في عمق مشاعر الشعوب أي كانت وفي أي مرحلة تاريخية وفي أي مكان كان، ولا يخرج المغرب ولا الشعب المغربي عن هذا الأمر نهائيا. ذلك أنه كان دائما منذ ما قبل الفتح الإسلامي منشغلا بموضوع العدالة، ربما في تطبيقات أو في مفاهيم أو مجالات اللي تناسب كل فترة من التاريخ، وبالفعل تطورت بشكل يثير الانتباه على الخصوص في القرن التاسع عشر في المغرب وفي فجر القرن العشرين، حيث كان المثقفون والمتعلمون المغاربة على اطلاع واسع بما جرى في أوروبا في نهاية القرن الثامن عشر، وبما كان بدأ يظهر في الشرق في بلاد الشرق العربي وخصوصا في الدولة العثمانية. الظروف التاريخية والاجتماعية والداخلية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أفرزت وعياً سياسياً ميز مرحلة مهمة من تاريخ المغرب، تميزت بنزوع تنظيمي أكثر وضوحاً نحو وضع دستور يؤطر عمل السلطة، وظهر تيار في المجتمع المدني نتج عنه مشاريع للدساتير أشهرها دستور 1908 كأول تعاقد بالمعنى الحديث بين الشعب والسلطة الحاكمة، وذلك في سياق مشروع إصلاحي عام طرح على المغرب في تلك الفترة لخص المطالب الدستورية انطلاقا من الفكر الإسلامي والفكر الغربي، فجاء فيه التعبير عن الديمقراطية ودولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، واحتل القضاء مكانة بارزة فيه، غير أن هذه الأفكار المتقدمة لم يكتب لها الظهور إلى الوجود، لأن الإصلاح في جوهره كان متوجها في أغلب مضامينه إلى الأجانب، في ظل إرادة الهيمنة التي كان الأوروبيون يحاولون بسطها على المغرب. عند دخول الحماية اكتشف المغاربة وجههم الحقيقي أنهم خارج التاريخ، فبدأت المعارضة، فحقوق الإنسان بدأت كذلك عند دخول الاستعمار. كانت يعني قيام عدد من المغاربة في سوس وفي الريف الذين قاموا لمواجهة الاستعمار والبحث عن الحرية والكرامة، فهي هذا هو العمل الحقوقي الأساسي بدأ منذ بداية دخول الاستعمار ومناهضة الاستعمار، لأن البحث عن الحرية والكرامة هذه من مبادئ حقوق الإنسان. عندما سقطت البلاد مدرجة بدماء المقاومة، لا شيء أصبح يعلو عن مطلب الحرية والاستقلال والكرامة. وفي هذا المكان الذي يسمى اليوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي كان قبل ذلك بحوالي 100 سنة أحد قلاع الاستعمار التي أسست في عهد اليوطي، في
في هذا المكان الذي عاش في تفاصيل التفاوت والتباين والتناقض، هنا وبين التفاصيل والجزئيات، كانت يوما ما دار الباشا، كانت نقطة الألم والمساءلة والمحاكمة في مغرب الحماية، مغرب يئن تحت وطأة الرقص مع لغة القهر. هذه البناية بنيت في ثلاثينات من القرن الماضي، ليست بناية تاريخية ولكنها هي بناية قديمة قد بناها المستعمر، واتخذت أولا كمقر للإدارة المحلية التي تجمع بين يديها كل السلطات القضائية والسلطات الإدارية، وكانت تعرف بما أنني ولدت وترعرعت قريبا منها ببضع مئات أمتار في شارع الجزاء اللي هو شارع محمد الخامس الآن، فكنا نعرف بأن هذا المكان يسمى بدار الباشا. دار الباشا معنى الباشا، الباشا هو الحاكم، هو الممثل السلطة المحلية، السلطة الاستعمارية أنذاك، ويعرف باسم الباشا الذي كان يزاول المهنة، إما نقول دار الباشا التازي أو دار الباشا برغاش أو الباشا حمادي القباش. Dans le même temps salué par la population, son excellence Hadji Abbès Tazi, nouveau pacha de Rabat, a pris officiellement possession de ses nouvelles fonctions. Extrêmement populaire dans la capitale marocaine, le nouveau pacha saura rallier toutes les bonnes volontés de sa ville pour mener à bien les tâches qui seront désormais les siennes. اشتهرت باسم الباشا حمادي القباش لأنه هو كان آخر باشا في مدينة الرباط قبل الاستقلال، وفي عهده وقعت أحداث هامة تاريخية وقعت في تلك الأثناء، لا زلت أذكر أنا لزلت طفلا صغيرا. أهم الأحداث التي وقعت هي عند نفي محمد الخامس يوم 20 أوت 53، خرجت مظاهرات في المدينة العتيقة شارع الجزاء وسيدي فاتح والسويقة، وتم اعتقال عدد من الوطنيين قدموا للباشا للحكم عليهم، وقد حكم عليهم إما هو بصفة مباشرة أو بواسطة نوابه، فارتبط المكان بالحاكم الذي يمثل السلطة الاستعمارية والذي كانت بيده كل السلطات، وكان يبث في قضايا النزاعات بين الناس، وكان يصدر الأحكام عليهم في محالة المخالفات التي يقومون بها. وبقي الأمر إلى الاستقلال إلى سنة 1956، حيث بدأ التحول والتطور. طبيعة الحال تم الاستغناء عن المحاكم المخزنية سنة أو سنتين بعد الاستقلال، وتحولت إلى محكمة عادية بحيث أخرج منها ما كان يسمى بالقضاء المخزني بتاتا ولم يعد له وجود، وعرفت كمحكمة آنذاك تاريخا حيا إلى حد بعيد، ذلك أنه بضع سنوات فقط بعد الاستقلال عرف المغرب أحداث كثيرة، وكانت هذه المحكمة هي الإطار الذي تتم فيه محاكمة تلك الأحداث. بصرف النظر عن هذا الجانب يجب أن نسجل بأن المحكمة التي كانت هنا ضمت بين أحضانها فطاحلة من القضاء والقانون، سواء كانوا قضاة أو كانوا محامين، وتخرج على يديهم الكثير من القضاة الذين وصل البعض منهم الآن إلى سن التقاعد، والبعض منهم لا يزال يمارس مهام سامية جدا في ميدان القضاء، مما يدل على أنها كانت تلعب دورين، دور قضائي ودور تعليمي وتكويني. من مفارقات القدر أن يكون هذا المكان الذي أراده الجنرال يوطي قلعة من قلاع الاستعمار، على ربوة مطلة على المحيط، على مشارف المدينة العتيقة، قريبة من أهم شوارع الرباط القديمة، شارع العلو الذي يمتد إلى شارع القناصل، وهو الشارع الرئيسي الذي كان يقيم فيه الاستعمار الفرنسي الاستعراضات والحفلات. من مفارقات القدر أن يكون ذات المكان امتداداً لسؤال الانتماء، فلا شيء يتنفس خارج الزخم الحضاري المغربي الأصيل غير وجع المخاض الصعب
كما يزعم المكان إلا من إنصاف يعيد للأشياء وجودها وكينونتها. ففي ذلك الهناك الممتد عبر الزمن ذاكرة سجلت العديد من الأسماء والأحداث لجيل عاش معاناة الفكر وهمد لمحاولة تغيير مسار حياته وعاش الشرارة الأولى التي أضاءت طريقه نحو مرفئ الأمان. لما نجحوا وحصلوا على الاستقلال السياسي هذا لم يكن يعني أبداً التحول فجأة من وضع إلى وضع، لأنه كان لابد من مخاض، والبداية المخاض كان والإعلان عن الاستقلال السياسي، والباقي كان سوف يأتي بالتدرج. ولكن ككل الشعوب الطموحة وككل المواطنين الطموحين الذين يرغبون دائما في تحقيق أجمل الأشياء لبلدانهم، كان هناك تسرع من عدد من المواطنين، وكان التسرع أحيانا قلقا لما كانوا يعيشونه، هذا هو الواقع، من الضغط ومن القمع من لدن بعض الإداريين أو بعض المسؤولين الذين لم يكونوا قد وصلوا بعد إلى فهم التغير الجذري الذي كان المغرب مقبلا عليه. منذ العام 1944 تاريخ وثيقة المطالبة بالاستقلال، وجدت الحركة الوطنية نفسها إلى جانب المؤسسة الملكية في علاقة تحالف استمرت في سنوات الاستقلال الأولى، حيث قادت الشراكة في مواجهة المستعمر إلى الشراكة في الحكم. لكن هذه الشراكة لم تعمر طويلاً، إذ انقطع حبل الوصال بين الطرفين، لتجد الحركة الوطنية نفسها في عام 1960 في موقع المعارضة، وتلك كانت بداية الصراع على السلطة. الذي حصل هو خلافات في طريقة الحكم. الخلافات في طريقة الحكم أسست خلافات ما بين الأحزاب، وكانت هناك صراعات بين هذه الأحزاب أدت انتهاكات كذلك أيضا جسيمة لحقوق الإنسان. ثم صراعات ما بين الذين كافحوا من أجل الاستقلال كالمقاومة وجيش التحرير، وهذا ما نلاحظه في ثورات حصلت مثلا في بني ملال أو في الخميسات أو في غيرها من المدن، إلى أن حصلت ما تسمى بالثورة الشعبية لسنة 1973 هم ولي أبو عزة سنة 1973، هذه كل حركة سياسية نضالات كانت في بعض الأحيان يكتفى فيها بالنضال السياسي، في بعض الأحيان يكون هناك عنف يقابل بعنف من طرف الدولة، دولة بطبيعة الحال تملك وسائل أخرى لا يملكها السياسيون أو الذين يفكرون في قلب النظام أو يفكرون في استيلاء على الحكومة بطريقة من طرق، فنتج عن ذلك اعتقالات، نتج عن ذلك انتهاكات جسيمة، وفيات، إعدامات خارج الشرعية، قتل غير شرعية، محاكمات سياسية فقط لا علاقة لها لا بالقانون ولا بمقتضياته. في هذا المكان تتماهى أطياف رجال كثر سقوا بجروحهم وآلامهم بدرة الحرية والعدالة. صارت تلك البدرة اللامنتظرة حينها هي عنوانهم في زمن لم يكن فيه القضاة مدركين لدورهم الأساسي في إحقاق الحق وتحقيق العدالة إلا بعض الاستثناءات القليلة. ذاكرة المكان أبتدئ بواقعة لها وقع كمنطلق جرت في 67، وطبعا لا يمكن أن أعطي الأمثلة من أقاربي أو من أصدقائي، وإنما أعطي أمثلة من بعض الرموز الوطنية التي لها ما لها وعليها ما عليها. المحجوب بن الصديق عندما اعتقل في 67 كان القاضي الأستاذ في هذه البناية، طلب منهم من المعني بالأمر أن يستقدموه على الساعة 6 صباحا، فاستقبله وقال له لقد حكمنا عليك بستة أشهر نافذة كما جاء في التعليمات التي وصلتني،
ورفعت الجلسة، حضر الدفاع على الساعة 9 فوجدوا أن الحكم قد تم النطق به على الساعة 6 واحتجوا إلى آخره. إذن هذه الواقعة كنطلق منها باش نبين بأنه خلال هذه الفترة أهم ما ميزها أنه القضاء ليس فقط جهازا بل كان أداة في يد السلطة التنفيذية. كان ذلك بين 60s and 80s القرن العشرين، سنوات طويلة ثقيلة في مرورها، مؤلمة في آثارها، هي ما بات يعرف بسنوات الرصاص، عقود أربعة جسدت الرفض لأشياء كثيرة اتخذت مسارها للتعبير عن ثورة الصمت في الأعماق. كانت هناك يعني حقبات سيئة من ما يسمى بسنوات الرصاص، يعني تجاوزات ما يتعلق بقمع الحريات والاختطاف القصف والاعتقال القسري وغيره من الممارسات الغير مقبولة اليوم، واللي هي أصبحت جزء من التاريخ. أعتبر بأنه كان المرحلة الأولى اللي الدولة كانت كتصفي المعارضة بدون ما تلتج إلى القضاء، خاصة الناس اللي عندهم السلاح وكذا، وأحيانا تستعملوا الوسائل غير دولتية، تستعملوا الأحزاب، تستعملوا ما يسمى بضرب ريشة إلى آخره. هذه مسؤوليات وانتهاكات غير دولتية، ولكن مورها الدولة المسؤوليات المباشرة اللي كتتعلق بالتصفيات الجسدية والاغتيال خارج القانون والإعدام خارج القانون مثلا إلى آخره، هادو بوحدهم. ولكن كاين التصفيات اللي كتقوم بهم عن طريق القضاء، خاصة في العلاقة مع السياسيين اللي كيصعب تغتالهم، كتغتالهم بالقانون عن طريق استعمال واحد الأداة اللي هي القضاء. أكبر محاكمة هي ديال 63، محاكمة اسمها مؤامرة ديال 63، وكاين محاكمة كبرى أيضا 71 ديال محاكمة مراكش، وكاين محاكمة ديال 73 و 74 ديال العسكريين، 74 ديال 3 مارس المتعلقة بالمدنيين ديال 3 مارس، المجموعة ديال البنونة ودهكون إلى آخره، وكاين المحاكمات أيضا الكبرى المتعلقة باليسار الماركسي لينيني، هذو المحاكمات الكبرى، وطبعا كاين محاكمات فرعية إلى آخره. ولكن أهم فيما يتعلق بالفترة اللي كيمكن ندويو عليها في هذه الفترة هذه المخاض ديال الستينات، أنه فعلا كان القضاء مسخرا لفائدة الأجهزة الأمنية. بطبيعة الحال الثمن كان غاليا، وهذا ثمن لا يمكن البخل به أمام النتيجة. كما يقال يعني في مثل عادي أنه لا يمكن طبخ البيض بدون تكسيره، لا بد منه، بحيث كان هناك ضحايا يتألم الجميع لما عاشوه ولما عرفوه. هناك من فقدوا حياتهم بتاتا، هناك من فقدوا حرياتهم لسنوات بل ولعقود، هناك عائلات تم تشتيتها وتمزيقها، هناك أيتام، هناك مشردون، المهم هذا كله موجود. من المعاناة من ذاكرة الاعتقال السياسي ظل نفس السؤال يتردد، لماذا وضعونا في السجن؟ الآن يسترجعون الصورة، يربطونها بما يرونه اليوم، فإذا الحقيقة قاسية، لكنها بأوجاعها صنعت نوعا فريدا من التحدي يصوغ من دموع المحنة قلائد فرح علقتها أمهات كثر على إيقاع الزمن المر الذي لم يبق من نزيفه سوى رداد الموج الأزرق. تمحنتي شوية والله مالك، إلى عذاب يا بنيتي، عذاب خطرهم لي بالحل بحال شي فلان سميتي، راني باقا دابا ملي نتفكر بحال شي بسمع تقول لي في راسي بنيتي ما نساش لي شردنا بنيتي تصر عام ماشي سهلة، شردنا بنيتي وديك الحالة اللي قلتي لي فاش داو مصطفى وهذا دير بنيتي خطفوا لي بحال الله مالك الحمد خطفوا لي بحال شي فلان خطفهم لي. اعتقلت اثر الاحداث الاجتماعيه لسنه 1981 اي حزيران، اعتقلت وانا ابلغ من العمر 17 سنه، يعني تم اختطافي من البيت من المنزل، صدر في حقي عن غرفه الجنايات بالدار البيضاء حكما قاسيا
على وهو 8 سنوات. قضيتها في سجن عبيلة الدار البيضاء، وكنت أتابع دراستي آنذاك إلى أن وصلت إلى أن حصلت على شهادة البكالوريا، هذا في المرحلة الاعتقال ديال 81 حصلت على مستوى شهادة البكالوريا، ثم مستوى الدراسات العامة في التاريخ والجغرافيا التابعة لكلية بنفسك عين الشق. سنة 1983 تم الإفراج عني والتحقت بالكلية، اضطررت أو اخترت المنفى الاختياري، فتوجهت مباشرة بعد حصولي على جواز سفر إلى الديار الإيطالية، مكثت هناك فترة معينة، ثم انتقلت بعد ذلك لطلب اللجوء السياسي في سويسرا. بعد ذلك تم ترحيلي قسرا إلى المغرب، وعندما صعدنا إلى الطائرة تم توجيه تهمة ألا وهي محاولة اختطاف طائرة واحتجاز الركاب. صدر في حقي تحت ظروف تشديد 20 سنة، قضيت منها 16 سنة في السجن متنقلا بين سجون المملكة تقريبا كلها أو جلها. في سنة 2005 انطلقت في مشروع الكتابة، قدمت الكثير للقضية الاجتماعية ديال 81 حتى هي سجلت لها يعني تقريبا كاع سنوات الرصاص مسجلين داخل مجموعة من القصائد، منها مثلا هذه القصيدة تحت عنوان نباش حدائق الشاعر الجائعة. هناك حفرة وألف جثة وصرخة امرأة تنحني لعظام معفنة، وفوقها جثة ويد تحت الحفرة تخرج في الظهيرة الخوصاء من مجرى الروت، واه جثة تتحد في برلمان الموت، واحدة لصديقي وأخرى لرفيقي، ولتكن حزيران يراقصها ويجمع الأشلاء المتبقية، هي نفسها أعرفها رفيقتي، وردة مغفولة جثة منثورة تخرج عفوا لم أستطع. من داخل الزنازن المغلقة ارتفعت الأصوات الجريحة، وفي خضم الأجواء المشحونة ازداد الوعي بالأفكار الحقوقية، وازدادت معه طوابير القادمين الجدد من مختلف الأطياف نحو سياط السياج. كان سبق لي تعتقلت في الأحداث الاجتماعية ديال الدار البيضاء اللي تسمى بالانتفاضة ديال 81، كان سبق لي كذلك تحكمت بعشرين سنة ديال السجن وعشرة ديال السنوات ديال النفي، وهذا الأسلوب اللي كان تنهج ديال المحاكمة كان واحد الأسلوب ماراثوني، يعني في واحد الظرف وزيز لقيت راسي ديك ساعة محكوم بعشرين سنة في سجن المركزي بقنيطرة. تم اعتقالي أيضا ضمن مجموعة سميت إعلاميا بمجموعة 71، نظرا لأنها كانت تضم 71 عضوا، 51 في حالة اعتقال و20 في حالة فرار، فسميت إعلاميا بمجموعة 71. قدمنا إلى المحاكمة سنة 1984 عقب ما عرفه المغرب من موجات احتجاج نسبت في بعضها إلينا، وتمت محاكمتنا وصدرت أحكام قاسية وتقيلة على هذه المجموعة. المجموعة ديال 84 ديال الدار البيضاء فيها جوج المجموعات، المجموعة اللي تحكموا فيها المانوزي وعيوش وعميمي ومن معاه، والمجموعة ديال الشيبة الإسلامية ديال 71 واحد. هذول كانوا تابعين بالعلاقة مع إيران وحمل السلاح وداك شيء كامل، كانوا دازوا عند واحد القاضي، هذا جابوا له الملف ديال الفساد، الملف ديال الفساد، لأنه كان يؤجر الفيلا ديالو لبعض الناس، واستعملوا له هذا الملف باش ضغطوا عليه، وكانت العقوبات قاسية، بمعنى داك الشيء اللي طلبات النيابة العامة هو اللي دار. كان بغي نقول بأنه كان العقل الأمني كيستغل القضاة الفاسدين، كيشد عليهم ملفات
وكيدوز بهم مثلا، او كيستغل شي واحد عنده شي ملف في علاقه مع الاستعمار، كيكون عنده كيكون عامل استعمار بحال مثلا الملف ديال محاكمه مراكش. وهنا مزيان نعطي واحد الشهاده، لانه محاكمه مراكش انا كنت صغير وعشتها، وكنت كنزور الوالدين والعائله وكذا، تما كنا 17 مانوزي كانوا في محاكمه مراكش. كان كيعطي واحد الشهاده مباشره، وانه اول تجريح تم هو تجريح الاستاذ كان رئيس الهيئه، ايه كان المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، قال بانه نحن نجرح في الهيئه لان يتراسها واحد كان كاتب ديال بن عرفه. ضيقة كانت أبواب القضاء أمام أحلام أجيال المناضلين المدافعين عن مبادئ الديمقراطية والكرامة ودولة الحق والقانون. وكالقضاء والقدر، ظل عنفوان أولئك المتحدين ثابتاً يسوغ الحلقة تلو الحلقة في إنذارات الصمت الساخب في مراحل اختبار للقضاء وما يتمخض عنه. ولن يتأثر التاريخ فقط بالانعطافات السلبية، فكما كان هناك قضاة فاسدون، كان هناك قضاة يدافعون عن الحق والشرف ويقبضون على الجمر في تلك الأيام الصعبة. القضاء الجيد، القضاء الذي يطبق القانون تطبيقا سليما، هو أهم ركيزة من ركائز حقوق الإنسان، لأنه إذا حاد القضاء عن تطبيق سليم للقوانين فمعنى أنه هناك سيكون هناك مس خطير بحقوق الإنسان. فالدعامة الأساسية هو القضاء الذي ينبغي أن يسير في الطريق السليم، في الطريق الصحيح، في طريق تطبيق سليم للنصوص التشريعية. كيف يراها المواطن؟ كيف تراها الجهة التشريعية التي أنشأت هذه النصوص؟ وكيف يراها المجتمع المغربي كافة؟ قضاء دعامة أساسية لتحقيق العدالة، لأن القاعدة القانونية هي التي تهدف العدالة، والعدالة المطلقة هي عند سيدي ربي. أما العدالة النسبية، لا ينبغي أن ننسى أحياناً بأننا نحن لا نؤمن بما يقوله المشرع في النص القانوني، ولكن نحن ملزمون بالحكم بما جاء بالمشرع. فالناس يخطئون بأنه دائما نحكم بقناعتنا. نحن لا نحكم بقناعتنا، نحن نحكم بقناعة المشرع، لأنه المشرع مبدئيا هو الذي يضع القاعدة القانونية ويقول للقاضي هذه القاعدة هي التي ينبغي أن تطبق. طبعا لا أريد الدخول في المتاهات المتعلقة بالمفاهيم والمبادئ والتي يصعب النظر فيها من قبل القاضي، ولكن كيفما كان الحال القاضي ركيزة أساسية لصيانة مبادئ حقوق الإنسان، ويلزم بأن يكون متسما بفكر موسوعي، لا سيما فيما له علاقة بحقوق الإنسان، لأنه كلما سنحت له الفرصة في أن يكون هناك يعني عدم وجود النص القانوني الواضح أو اللبس أو الغموض، فينبغي أن يملأ ذلك بمفاهيم تنسجم مع مبادئ حق الإنسان. لأننا ما عاد من حق القاضي أن ينظر إلى القاعدة المقوقعة، ولكنه ينبغي أن ينظر إليها كذلك في جوانبها، من مقدمات منطقية كبرى ومن الآثار التي يمكن أن تولدها هذه الأحكام. وكالقضاء والقدر المحتوم، ظل العدل مرتبطا بهذا المكان، هذا الفضاء الذي تحيلنا هيبته على الحظوة وعلو المقام الذي كان يحظى بهما الفقيه والقاضي لدى المغاربة. هذا الفضاء وفي فترة من سنوات الثمانينات كان مقراً لمجلس وزراء العدل العرب، وكان الهاجس دائماً الدفاع عن مكانة القضاء كوسيلة لعودة الحقوق وإنصاف المظلومين. ملاحظ بالنسبة لهذه المؤسسة، وهي أنها عندما كانت تنعقد بمدينة الرباط كمقر، كانت دائماً وباستمرار باستضافة من المغرب
وبرعاية ملكية سامية. فالعديد من المؤتمرات التي عقدت هنا بهذا المقر، وملاحظة يعني ولو هي بسيطة، أن كل الاجتماعات التي عقدت هنا بالرباط كانت الوفود تحضر دائما على أعلى مستوى. الملاحظ أنه في هذه المؤسسة أنشئ المركز العربي للبحوث القانون القضائية، له مهمات تشابه نسبيا المهمات المخصصة أساسا لأمانة مجلس وزراء العدل العرب. فنجد بعد 3 سنوات ذهب الأستاذ محمد الشدادي، وجاء بعده الأستاذ محمد ميكو رحمه الله كأمين عام لمجلس وزراء العدل العرب، وحل محله في هذا المركز الأستاذ عز الدين سقاط. فستلاحظون بأن كل الذين ترأسوا المجلس في هذه الفترة هم مغاربة من الأطر السامية التي كانت تشتغل بوزارة العدل. ولا أخفيكم سيرا إذا قلت، وقد حضرت العديد في المناسبات خارج المغرب، بأن الدول العربية ما زالت تحن إلى ذلك الزمن الجميل الذي كانت تنعقد فيه مؤتمرات المجلس بهذه البناية أو بهذا الصرح أو بهذه المعلمة. تشاء الأقدار أن ألج هذه البناية في بداية يناير 1986، فوجدت نفسي مشتغلا لمدة 5 سنوات بمجلس وزراء العدل العرب الذي انتهى في سنة 1990، وبعدها ب7 أيام فقط كان إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعد الخطاب الملكي السامي في مايو من نفس السنة. فوجدت كذلك نفسي مشتغلا في هذه البناية مرة أخرى لمدة 4 سنوات، تخللتها اجتماع خاص باللجنة الوطنية للانتخابات التي أسست بأمر ملكي لجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني. ثم في سنة 1997 كذلك، ثم اشتغلت لمدة 4 سنوات ونيف فيما يتعلق باللجنة المستقلة للتعويض عن ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وذويهم. لحظة تاريخية إذن عاشها المغرب مع بداية التسعينات، أتت نتيجة تعاطم نفوذ فكرة الديمقراطية وحقوق الإنسان على المستوى الدولي، والدور المهم الذي لعبته المعارضة في الترسيخ لذلك. نيران حقيقة كانت مشتعلة آنذاك، وخاصة في المجال السياسي، لأنه كان المغرب يعيش حالات تنافر وتضارب كبير ما بين الدولة وما بين مختلف التيارات السياسية، وخاصة التيارات السياسية اليسارية والتقدمية، كما أن المغرب كان يعج بمعتقلين سياسيين من مختلف الأشكال ومختلف الآراء، وكان من الطبيعي أن تكون هناك تقارير دولية صادمة ضد المغرب. ومن جملة هذه التقارير الدولية التي كانت صادمة تقرير منظمة العفو الدولية، كما أنه كانت تقارير تشير إلى وجود معتقلات سرية خطيرة كتزمامارت وأكداز العيون، وهناك كذلك أيضا تقارير كانت تشير إلى وجود تعذيب متعدد في أماكن متعددة التي عرفت فيما بعد. هي إذن ندوب على ذاكرة الجراح وعلامات تنتفض من روح البنيان لتشتعل حلما يسترد من قهر الزمن عنفوان الإصرار وانتصار الإرادة على النسيان. لم يعد مقبولا بتاتا أن يستمر الصراع على ما هو عليه، خاصة وأن المغرب دخل في عولمة قبل العولمة. يجب أن نسجل هذا فيما يتعلق بالحقوق والحريات، المغرب دخل في عولمة قبل العولمة التي نتحدث عنها اليوم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن أصواته أصبحت مسموعة
على الصعيد الدولي وفي المحافل الدولية، ولم يبقى المواطن المغربي وحيدا أمام السلطة أو أمام الإدارة، بل أصبح مسانداً ومعاضداً من كل المستضعفين من جهة، وكذلك من كل النبلاء والفضلاء الذين لهم نفس القناعات والأفكار في الدول المتقدمة وخاصة على مستوى المنظمات الدولية. الحسن الثاني فكر، وكان هناك أولاً تأسيس للجنة الفرنسية لحقوق الإنسان التي أسسها الرحيل ميتيران بطريقة أو بأخرى، ليست نفس التركيبة، ولكن الحسن الثاني بذكائه المعهود فكر في أن تكون هناك هيئة استشارية، وهي في الحقيقة تقريرية، لأنه التركيبة التي كان يتوفر عليها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990، والتي كانت تتضمن وزراء العدل والداخلية والخارجية والأوقاف وحقوق الإنسان وغير، يعني حوالي 6 وزارات التي كانت لها هي وزارة أساسية في كل حكم، كانت تناقش جميع الآراء أو التوصيات التي كان يصدرها المجلس، ويتم الموافقة في سائر التوصيات التي صدرت عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان طيلة 10 سنوات الأولى من حياته، كلها كانت بالتوافق، لم تكن هناك غالبية أو أقلية. يمكن القول أولا بأن هناك إقرار بمسائل لم تكن في البداية تعترف بها الدولة. يمكن القول بأنه عندما أنشئ المجلس التشاري، رغم كون بعض الأطراف قامت بانتقاده لوجود عناصر من الحكومة أي وزراء به، جعلت البعض ينتقد بأنه ليس مؤسسة وطنية بالمفهوم الذي ورد في وثيقة باريس، ولكن كان هناك مشروع نموذج من المؤسسة الموجودة في جنيف المتعلقة بحقوق الإنسان والتابعة للهيئة المتحدة، قد أصدرت منشورا أو مذكرة تفرز فيها بعض المفاهيم التي قد تلتصق نسبيا بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في نسخته الأولى. وعلى الأقل كانت هذه بداية، كانت هناك تنويهات من العديد من المؤسسات الوطنية، لا سيما وأن هذا المجلس كان يضم كل الفئات، يعني أحزاب سياسية، نقابات، جمعيات محامين، ممثلي الأساتذة، ممثلي أطباء إلى آخره. فكل هذه المسائل جعلت أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يشتغل في عصر جديد إن صح التعبير، وذلك من خلال وجود نوع من التوافقات في أكثر ملفات، لأنه كل المذكرات التي رفعت إلى جلالة المغفور لها آنذاك كانت بالإجماع، وهذا يفيد بأنه كانت هناك توافقات في بعض المفاهيم وفي بعض المبادئ، لأننا سمعنا آنذاك، وهي عبارة كانت تروج داخل المجلس لا أعرف صاحبها، كانوا يقولون ينبغي أن نبتدئ بصفة متواضعة ونكبر كثيرا على أن نبتدئ، يعني على أن نبتدئ المجلس كبيرا ثم يصغر فيما بعد. الإشارة التي ربما أعتبرها مهمة وأساسية، والتي تركت في ذهني تاريخا لا يمكن أن أنساه، وهو أنه في تلك الآونة لم يكن هناك إقرار أو اعتراف بالمعتقل السياسي. كانوا يقولون آنذاك بأنه كل هؤلاء يخضعون لمقتضيات القانون الجنائي باعتبار أنهم مجرمين فيما يتعلق بالحق العام. سنلاحظ بأنه في خطاب عيد الشباب لسنة 1994، خطاب مهم وأساسي لجلالة المغفور له، يقول فيه لأعضاء المجلس: أعينوني على معرفة من هو معتقل سياسي من غيره. وقال كلمة قوية وشديدة بأن قراركم هذا سيلزمني. وبالطبع كان هذا العمل عملا شاقا بالنسبة للمجلس الاستشاري حق الإنسان، وكان فيه نوع من تطوير المفاهيم إن صح التعبير، لأنه كان الكل يبحث عن النتيجة أكثر من البحث عن العلل. ولهذا نجد بأنه تخرج أو خرج المجلس آنذاك
بقرار يقول بوجود 11 معتقل سياسي، ثم 431 في أحداث مؤلمة، لأن الأحداث المؤلمة كانت هناك أحداث 81 83 90، وكانت هناك مظاهرات إلى آخره. المجلس خلال هذه الفترات، وهي الفترة الممتدة ما بين سنة 1990 وسنة 1991، كان يقوم بإعداد خريطة طريق لمغرب آخر، لمغرب تحمى فيه الحقوق، لمغرب يقوم فيه القضاء بدوره الأساسي وهو حماية الحقوق، لمغرب لا يخضع فيه القضاء للتعليمات ولا تخضع كذلك أيضا مناطقه لإجحاف، ولا تكون هناك مناطق موصوفة بمناطق العار أو مناطق التي لا تهتم بها، ومناطق أخرى يهتم بها ويهتم بسكنتها. كما أنه عرف المغرب خلال هذه الفترة، وهي كما قلنا من سنة 1990 إلى سنة 1991، صدور قوانين متعددة ومراجعة قوانين التي تتعلق بالحريات العامة، وأذكر منها فقط مراجعة قواعد المسطرة الجنائية فيما يتعلق بالحراسة النظرية، وكذلك أيضا إلغاء ما كان يسمى بظاهر كل ما من شأنه الظاهر صدر سنة 1935 الذي كان ظاهرا خطيرا بالنسبة للحرية العامة، وتم كذلك أيضا تعديل مقتضيات متعددة في القانون العدل العسكري، في القانون المتعلق بالسجون. إذن المغرب عرف تطورا كبيرا من حيث حقوق الإنسان ومن حيث الحرية العامة في هذا المجال. لا أحد يناقش ولاءهم لزوايا المكان، عادوا إليه يعانقونه بما يكفي من حب. حينها سرى في دمهم إيقاع الحياة التي مرت من هنا ومرت معها أطياف عديدة لأناس كان لهم موعد مع أسئلة العدالة والحرية والكرامة. كأنه الحنين يزهر أنيناً ما بين جزئيات وتفاصيل الذكريات، يحتفي بما علق بالذاكرة من حمولة وجودية ووجدانية، يستعيدون منها مقتطفات من سمفونية واثقة من عدل الفصول. المكان ليس بمحايد، الفضاء يكتسب يعني خاصيات المضامين والمحتويات، فاختياره ذو دلالة قوية وله واحد الحمولة رمزية قوية جدا، بحيث انتقاله من فضاء للقمع ولانتهان كرامة المغاربة إلى مكان لاسترجاع تمكين الشعب المغربي من استرجاع كرامته وحقوقه وحريته، له واحد الدلالات. فأنت نقول لو كانت هذه الجدران في الواقع تنطق لحكت واحد الفصول حية وغنية، يعني بما هاد الجدران شاهدة عليه من إرهاصات ومخاضات ونقاشات كانت حيوية وغنية من أجل يعني كيف قلت تجسيد هذا التحول والإسهام في تعزيز هذا التحول. نقول بأن هنا لمسنا كل القضايا، يعني من جريمة التعذيب إلى المحاكمة العادلة واعتقال التعسفي إلى الأوضاع في السجون، حقوق النساء، حقوق اقتصادية واجتماعية، العدد من كل القضايا التي تمس أوضاع حقوق الإنسان في المغرب وسبل النهوض بها، إلا وشاهد هذا المكان على أنها كانت محط نقاش باستمرار. ولكن يمكن نقول بأن يمكن من أقوى هذه الفصول وأهمها هي تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة. لربما القدر
جعل من تلك المحكمة البشوية التي كانت نواة ولم يكن أحد يدري ولا يتكهن بالمستقبل. علاش؟ أشرت بأنها كانت محكمة مخزنية، يعني كان فيها الخلط والخبط قانوني وعادي ويومي بين ما هو حقوقي وما هو غير حقوقي. لما تتدخل الإدارة للفصل والبث والحسم في الخصومات فإنها تبقى إدارة، الإدارة تتصف بعدم الحياد، والصفة الأولى والشرط الأول في القضاء هو الحياد، بحيث لم تكن محكمة بالمعنى القضائي، ولكن القدر كتب لها أن تتطور وتتحول إلى محكمة كما أشرت، وظلت محكمة لعقود من الزمن، وبعد ذلك تم التتويج، وهذا هو كنظن هذا هو المصطلح المناسب، فلم تعد محكمة للبت بين الخصوم للنطق بالقانون بين متخاصمين عاديين، وإنما تحولت إلى محكمة تبت بين شعب وتاريخه، بين شعب ومؤسساته. ولا عمري هذا أجمل ما يمكن أن تتمناه أي مؤسسة. وبالفعل بالرغم عن كل التعثرات التي عرفت هذه المؤسسة وهي كثيرة، فإنها نجحت بكل معنى الكلمة، والآن لا يكاد يوجد صوت لا ببلادنا ولا خارج بلادنا يخدش مصداقيتها وسمعتها في هذا المنطقة. وبين محكيات لا تنضب تركت بصماتها على جدران تتطاير منه كلمات في الهواء يعاتبون المكان، وبنظرة ذات بريق خاص يقولون له: ستكون رغم حصار الأحزان، ستستكشف طيبة الناس لتصل إلى عمق مشاعرهم وطموحاتهم إلى صبحهم القادم. هناك الاختلاف والفرق شاسع. مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم. مغرب اليوم جميل. هذا المكان مصدر حرية وكرامة وإنسانية المواطن المغربي. المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، واليوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وبطبيعة الحال لا ننكر بأنه القاطرة التي الآن هي مسؤولة عن الاستمرار في جر هذا القطار الضخم الثقيل المؤلم دائما إلى الأمام. فاعتبرنا فضاء الحرية والعدالة لبعض قرى تيجي لهذه البنية السعيدة.